نحن جميعا وإلى آخر اللحظات مواقفنا وأيادينا متحدة ومتراصون كتفا لكتف ونتقدم نحو الأمام. وإذا كنا فرادا ووحدانا في معترك الحياة نسقط بلا شك، ويحكم علينا بالانكسار والهزيمة الحتمية. إلى الآن هل سمعت من قال يد الله مع الجماعة؟ إذا كنا نحن جميعا كيد واحدة فلا أحد باستطاعته أن يصل إلينا بمكروه أو انكسار أو هزيمة. أنا شيعي، وقال مولاي ومولى الثقلين وأمير المؤمنين عليه السلام: طلب التعاون على إقامة الحق ديانة وأمانة.